اذكر محافظة أو مدينة عراقية تبدأ بحرف الصاد. صلاح الدين. صلاح الدين صح. وأقوى احتمال قرر مع من نلعب، معكم أم معهم؟ صلاح الدين. يلا ننطيهم إياه. لا، ست احتمالات. تفضل ست هدى وتفضل أخ علي. دكتور رياض، اذكر محافظة أو مدينة عراقية تبدأ بحرف الصاد. هسه طلعت صلاح الدين، اكو بعد محافظات تبدي بحرف الصاد؟ محافظة أو مدينة؟ أو مدينة. عندنا بواسط مدينة الصويرة، قضاء الصويرة. شنو؟ الصويرة. الصويرة، صويرة. ومنو قال لك غلط؟ صح. أنا دا أقول اذكر محافظة أو مدينة عراقية تبدأ بحرف الصاد. صاد. أي. يلا دكتور ريهام. خطأ أول بسبب الوقت. والأخت نور. دكتورة نور، لازم واحد يعرف بلده، لازم يتابع باسل، وخاصة بالجوجل. الجوجل أسهل منه ماكو. ادخل على العراق، محافظات العراق، شبيها كل محافظة وكذا، من غير ما نزورها ونعرف. يعني حتى لو منطقة؟ شنو؟ صالحية؟ لا، هاي المنطقة أنا أقول لك محافظة أو مدينة، ما أرد أغلطكم. محافظة أو مدينة. الصالحية منطقة معروفة ببغداد، حي يعني، يعني حي من أحياء، خلينا نقول بغداد. يلا يلا. خطأ وخطأ ثاني. أنتم من حقكم أن تفكروا. يلا. الصالحية منطقة بغداد. أكو شيء لربما قريب ما أعرف. ومهندسة هدى. الصرافية. ها؟ الصرافية. الصرافية. إيه، ما يخطر على بالي غير شيء. ما يخطر. أنا دا أقول محافظة أو مدينة، ترى أنا ما لي علاقة. هو السؤال يعني أنا أقول شيء خطأ، لأنه أنا دا أسأل محافظة أو مدينة، فهل الصرافية مدينة؟ بس تقولي صرافية. صرافية. خطأ. أنا دا أعرف أنه خطأ، لأن دا أريد محافظة مثل صلاح الدين، وأريد مدينة مثل الصويرة، مو حي في بغداد أو 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 أو. اتفقنا اتفقنا. علي. صقلاوية. صقلاوية. أي نعم. بالأمبارة. يقولوها صقلاوية. صقلاوية باللهجة الدارجة. أي نعم. وأخ يوسف. نفسه. ابدا نفس. ما نغير. لا ما نغير. الصقلاوي مصلين. الخاطري. ادوي قلبك انت الخاطري غير. هذا شويه صقلاوي دعاندهم. لا اكو مناطق يعني للتتوصل متاكدين من قضاء. وبعد قضاء الصقلاوي. قضاء وقضاء من محدد مو ناحيه محدده. عجيب. الصقلاويه. والان اخت هاجر. نعم. بس الصقلاويه يعني. نعم قويه. من يقول الصقلاويه قوية بالأنبار ومعروفة؟ ما أدري.